وقتنا بطبيعة الحال وصلت تقديم العلاج الطبي لهذه المصنة ومن ثم أطلق السراح. يعني ما نعرف 11 ولا 12 مش عارف جدي ليتنا حال برا يعني. هذا كوف الشرط عندكم تلاقوني وأنا قاعدة برا في البرد بالخلة هيك. والله مربوطة. حاولت تاخد أم الله استيقظ إيد والله ما قدر. أم الله شيل إيدي الثانية والله ما قدرت.